عاملين السن ده في وقت مناسب ولا ما عملتهاش في وقت مناسب. يعني لو انا عملتها وانا اوريدي مثلا عندي 40 سنه، يعني انا مثلا وانا عندي 30، لو انا عندي 40 مش عارفه احمل، جيت عملتها وانا عندي 40 وكان اوريدي المخزون بتاعي ضعيف، انا ما استفدتش من عمليه التكميم. يبقى في اختيار للوقت ده شيء مهم. طب انا عملت عمليه التكميم بعد ما ولدت وفطمت بس لسه عندي هرمون اللبن عادي، بسبب ان دورتي برضه تبقى مش منتظمه، او لو انا من الاساس كان عندي الغده مش منتظمه. الحاجه الثانيه، الستات ما بتعرفش تحسب ايام التبويض بتاعها، ده اكتر برضه الاسئله اللي بتجيلي. احنا الفتره الثابته احنا بنتكلم على السواد، ان من يوم ما حصل التبويض لحد ما البيريد بتنزل 14 يوم. يبقى انا لازم عشان احسب تبويضي تبقى دورتي اصلا منتظمه. يبقى انا مثلا لو انا الدوره هتيجي الشهر الجاي في شهر 12 يوم 14، يبقى انا تبويضي يوم واحد في الشهر. يبقى انا لازم امسك على النتيجه كده واحسب دورتي الشهر الجاي جايه ايه. ده لغه ثابته. طب انا من الناس اللي مش بعرف دورتي هتيجي امتى؟ في طريقه ثانيه برضو للستات اللي هي دورتها مش بتملي منتظمه، بنعمل ايه؟ بننزل ابلكيشن على الموبايل، سهل جدا دلوقتي الموبايلات كلها في ايدينا. بس عشان استفيد برضو من الابلكيشن، نزلي ست دورات ورا بعض، لان هو بياخد المتوسط ويحسب لك بدقه احنا ميعاد التبويض امتى. طيب احنا بقى بالنسبه لمشاكل الحمل مع عمليات السمنه، احنا طبعا عمليات السمنه زادت جدا بسبب ان السمنه اصلا زادت، دي اول حاجه. لا، من 80% تقريبا الستات فعلا اللي بتعمل، لان احنا اكثر الناس الستات محتاجه في شكلها، غير طبعا العوامل بتاعه الهرمونات. اول فايده ان احنا لما الواحده بتخس بتبتدي حتى التكيسات تتحسن، زي ما بيتحسن السكر من النوع الثاني بالذات، ممكن ما تحتاجش علاج خالص، فبتبتدي ان الستات تحمل. طب ابتدي احمل من امتى؟ المفروض احمل من سنه لسنتين. اشمعنى من سنه لسنتين؟ طيب احنا اللي بيحصل ايه؟ احنا اول سنه بيبقى عندنا في مشكله ان معدل السكر مش ثابت، عندنا نقص شديد في المعادن، انا جسمي لسه عايز يتظبط. لو انا حملت دلوقتي انا هاذي نفسي وهاذي الجنين اللي معايا، ازاي؟ احنا في حاجتين مهمين جدا، ان يعني لازم السكر يبقى ثابت. يعني انا مثلا المريض السكر اللي بتبقى متابعه معايا وبتحرم نفسها علشان تخلي البيبي ما يبقاش عنده مشاكل السكر، بالعكس ده كده بتاذيه اكتر. بدليل ان احنا المفروض متفقين ان غيبوبه السكر اللي السكر فيها اوطى اخطر بكتير من غيبوبه السكر العادي. الجنين حساس كده، الجنين عايز سكر صافي. فانا لما يبقى انا سكري واقع طالع نازل، بالذات في حمليات تحويل المسار، ما ينفعش احمل اول سنه خالص. جسمي لسه مش متعرف على نفسه، مش عارف يظبط سكر، انا نفسي مش عارفه اتعرف على، يعني مش عارفه اظبط اكلي بالصوره ان انا حافظ على مستوى الجلوكوز ثابت في الدم. ودي نقطه مهمه جدا معايا. ده غير طبعا انا اصلا يعني في حالات كتيره جدا مع الدقيق. لما انا بدي قيء وادخل في الحمل مع الهرمونات بتاعته والهرمون بتاع الحمل يزود لي قيء، هيحصل ايه معايا؟ يبقى انا كده هدخل في قيء مستعصي. مع لخبطه الالكترونات في الجسم هتبتدي والاملاح هتبتدي الدنيا تبوظ. يبقى احنا يفضل بعد سنه. يبقى تاني هيبقى عندنا قيء مستعصي، سكر حمل، ضغط حمل. ليه؟ لان انا لسه مقاومه الانسولين ما نزلتش، دي المعلومه اللي مش عند كل الناس. انا جسمي عشان مقاومه الانسولين اللي كانت عاليه، او نسبه السكر اللي هو التراكمي اللي احنا بنعتمد عليه كانت 9، علشان تنزل لتحت السبعه او تحت السته للدكتور بتاع الناس طالبها مني، اكيد مش في يوم ليه. الحاجة الثانية كمان ان احنا هيبقى وزن البيبي ضعيف، لان انت لسه مش عارفة تاكلي وبتخسي وبتفقدي بروتينات. الحاجة الثانية ان ممكن يحصل معايا ولادة مبكرة بسبب كل اللخبطة اللي حصلت. طيب احنا قلنا تاني بسبب نسبة السكر خلاص. الحاجة الثانية برضو مهمة جدا، احنا ما بحبش التصويب ان الواحدة تصوم، لان مع نقص السكر الجسم ابتدي يحرق من الدهون، احنا كلنا عاملين العملية دي عشان نخس اللي عاملها. يبقى انا هيبقى عندي في حرق دهون عالي، مع هرمونات الحمل حرق الدهون بيسبب ارتفاع في نسبة الاسيتون. نسبة الاسيتون بالنسبة للطفل قاتلة. أنا المعلومة دي ساعات مش بقولها في العيادة عشان الناس يعني ما تخافش، بس أنا طالما أنا في مرحلة إن أنا هختار أحمل ولا ما أحملش، يبقى ما ينفعش أحمل في أول سنة. طيب افرضي أنا حصلت حملت خلاص أول سنة، يعني هنعمل إيه؟ أنت بقى مهم عندك المتابعة أكتر من أي ست تانية. إحنا في العادي أول 3 شهور بنتابع كل أسبوعين، مع كده بنتابع كل شهر، بعد كده في آخر 3 شهور بنبتدي نتابع أكتر. لا، احنا هنتفق ان انت هتعتبري حاله حرج من الحرج، هنتابع من اول الحمل كل اسبوعين. لازم يبقى عندي اساسياتي من السكر والضغط والوزن وتحليل البروتينات المهمه جدا، لان انا البيبي عايز يتكون عضلات، انا في مرحله هدم للعضلات، وخصوصا لو
انا مش بلعب رياضه، يبقى ما ينفعش ان انا ابقى مش مهتميه بالغذاء اللي فيه بروتين. يبقى احنا كده اتفقنا التحليل طبعا صوره دم كامله سكر هرمونات الغده الدرقيه، لانها برده ساعات بتتاثر معانا، ممكن تكون انا اصلا كانت الغده الدرقيه اصلا كامله معايا وده سبب ان انا كنت بضخم. والبروتينات مهمه جدا، وساعات بنقيس الفيتامينات. المفروض من قبل ما احمل ابتدي اخد فيتامينات، يعني طبعا اكيد دكتور محمد هاني بيحبوا اللي تعمل عمليه لازم الفيتامينات، لان مجرد ان حجم المعده صغر بيخلي ان انا مثلا امتصاص الحديد مش كويس من غير حاجه، او لو انا عملت تحويل مسار الفيتامينات بتعدي على طول. طيب انا من الناس اللي لازم اهتم ان تدخل فيتامينات كامله جسمي، وخصوصا الحديد الاحمر. في حاجه ثانيه لازم ابقى انا مع الدكتور واعي معايا جدا، ما اغيرش الدكاتره، لان دي برده من النقط المهمه، لان انا وزن البيبي لازم اتابعه من السادس، فلو انا بغير كل يوم دكتور النساء بتاعي يبقى انا كده بوظت على نفس الدنيا. يعني دي طبعا مشكوا بيها، بس احنا الواحده هل عندها سكر ولا ما عندها سكر، الست اللي عامله تكميم ارقامها مختلفه، دي معلومه بس اللي احنا بنقولها لكم علشان يبقى عارفين. ما اجيش انا مع التكميم والحمل ارقامكم مش الارقام اللي انتم متعودين عليها على السكر، ماشي؟ يعني انا مثلا لو واحده سكرها صايم 126 دي كده احنا مريض السكر، ممكن تدخل في السكر. والسكر التراكمي المفروض عشان عايزك تحملي تبقي اقل من 6.5، اكتر من 6.5 يعتبر ان انا هتخشي في سكر. طيب انا دلوقتي عايزه امنع حمل، ايه الوسيله اللي تنفع معايا؟ ما ينفعش معايا اقراص مناعي حمل، هو ما سابتش بصوره كامله ان هي مش هتنفع، بس انا اوريدي الامتصاص عندي ضعيف، انا مش ضمني ان الجرعه اللي انا واخداها دي هتكفيني وتمنع ان انا يحصل حمل، يبقى ما ينفعش نبعد عن الاقراص. مش بيفضل الحاجات اللي فيها هرمونات، لان هي اصلا ممكن يعني بتتخن شويه وبتزود الوزن، واحنا مش عارفين انا، لان هو في حاجه هوصلها لكم ازاي. كل ست وجسمها، يعني في ست هيبقى جسمها تدخل على الهرمونات دي، في ست مش بيفرق معاها، لان هي بتاثر على المركز الشبع والجوع. في ستات بتفتح لهم شهيتهم، في ستات لا، ده غير ان هي بتعمل حاجه اسمها سلطه الموتر ريتنشن، بتحبس الميه في جسمي، فانا ممكن اصلا اتضايق الاقي نفسي بطخ عشان انا بنفخ بالبلدي يعني. فعلشان كده بنبعد عن الوسائل اللي فيها هرمونات وبالذات الاقراص. يبقى انا يا هنستخدم عازل لازم الزوج متعاون، او الست تركب له، دي انسب حاجه. طيب احنا كده لما ببتدي احمل بعد سنه او سنتين، بره برضه بقول لك ساعات سنتين، بس احنا المصريين ما قدروش يصبروا على حكايه سنتين دي طبعا. فدي احسن وقت، ممكن اقول الطبيعي مفيش مشكله. يعني تقريبا حملي بيعمل غير مشاكل، انا خلاص رجعت ست طبيعيه جدا ما عنديش مشاكل. النصيحه بقى اللي بنقولها لكل ست حملت بعد عمليه تكميم، هو اساسا انا يعني شفت من التعليمات مع دكتور محمد هاني ان احنا بنقرا فترات متقاربه وبناكل اكل حبه صغيرين، دي لو احنا مشينا عليها دي هتريحني جدا في الحمل، لان انا اصلا تعليماتي في الحمل من غير حاجه انا عايزه احافظ على مستوى السكر ومش عايزه الست تضخم، فبقول لها تاكلي كل 3 4 ساعات. لو ست عملت كده من الاساس في الحمل حتى لو مش عامله تكميم، بتضخم الزياده اللي احنا محتاجينها اللي هي من 9 ل 14 كيلو، وكل ما الواحده تبقى تخينه بتضخم اقل، احنا عندنا المفهوم ده غلط، يعني الست اللي وزنها عالي المفروض تضخم من 7 ل 12 كيلو، الست اللي وزنها قليل بتضخم اقل، ممكن تضخم لحد 16 او 17 كيلو. بس وده بينظم لنا زي ما اتفقنا، انا قلت لها لكم في الاول ان يعني نسبه السكر عندي لازم تكون ثابته في الدم، دي بيفرق في نمو الجنين والفيتامينات. اهو ده الكلام اللي انا قلته، ان الوزن البادي بس اندكس بتاعها اقل من 18 بتدخل من 13 ل 18 كمان. عندنا اللي كان وزنها كبير بتدخل من 7 ل 11 بس. ده علشان ابقى انا كده لما اولد اوريدي بقى وزني معقول، ما لقيتش الدنيا باظت مني. بس مش ده اللي بيحصل. انا زدت 20 كيلو في الحمل. بس المعلومه لو عايزين نقولها، ان لو واحده حامل ومش عايزه تضخم، هو طبعا ممنوع الدايت في الحمل، بس انا لحد السادس ممكن احافظ على وزني من غير ما ازيد ومن غير ما اذي بيه. بعدين انا زدت 20 كيلو ما تقوليش كده. بتاعت الفيتامينز بقى محل الطلاق. ان شاء الله طبعا.